دمشق، ينضم إلي تيم القلموني مراسل شبكة شام الإخبارية. أهلا بك. ما صحة المعلومات التي تحدثت عن حشود عسكرية كبيرة حول يبرود؟ الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الحشود أو القوات المنتشرة في محيط مدينة يبرود، هي نفسها التي كانت موجودة قبل يومين، والتي على إثرها كان هناك معركة وصمود لأبطالنا على عدة جبهات وصد عدة محاولات اقتحام وتدمير عدة آليات وقتل بعض من جنود النظام. القوات والحشود هي لحد الآن هي نفسها، ولكن نحن نود التطرق إلى موضوع أن الأمم المتحدة طلبت اليوم من قوات النظام السماح للأهالي بخروج من المدينة. هناك ملاحظة على هذا الكلام، وكأن هناك اتفاق دولي على الموافقة على معركة يبرود، أن أخرج الأهالي وقم بمعركة كبيرة. هذا ينافي ما يتم العمل عليه في جنيف الآن، وينافي أيضا ما قد حصل في حمص، أن النظام قام بقصف المدنيين بمرافقة قوات الأمم المتحدة. لكن حتى اللحظة رغم هذه النداءات التي توجهها الأمم المتحدة، وكأنها تقول للمدنيين اخرجوا خارج المدينة حتى تصبح ساحة معركة، هناك نسبة جيدة من الأهالي لا تزال ضمن المدينة، مسلمين وأيضا المسيحيين لا يزالون ضمن المدينة، يرفضون الخروج منها، يعولون على صمود الأحرار المرابطين خارج المدينة. يوجد حالات نزوح من المنازل القريبة من الجبهات مباشرة في مزارع يبرود، ولكن ما يحصل أنه عند خروج النازحين عبر الطرق الجبلية إلى مدينة لبنان يوميا يتم القصف عليهم والقصف على الطرقات المؤدية. هم أيضا لا يدعهم نظام يمرون عبر الطرق الحواجز النظام، وأيضا يلاحقهم بالقصف عبر الطرق الجبلية التي توصل إلى لبنان. اليوم وقوع شهيدين جراء القصف المدفعي على المدينة. أما بالنسبة للموضوع العسكري فإنه بشكل جيد جدا حتى اللحظة. تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة في المنطقة تضم كافة كتائب يبرود والقصير وأحرار الشام ومعظم الفصائل في المنطقة، توزيع كامل على الجبهات في منطقة ريما ومنطقة يبرود الممتدة من القسطة حتى قرية الجراجير. لذلك بعد المعركة التي حصلت قبل يوم أمس وأدت لقتل ما يقارب 35 عنصر على عدة محاور، من محور ثلاث العقبة ومحور ريما وجبهة الجراجير، وصد المحاولة الكبيرة لتقدم قوات النظام. فلذلك النظام تراجع إلى ما يقارب حدود الخلفية. تفضلي. تم هذا الحشد العسكري حول مدينة يبرود هو من قبل قوات النظام، صحيح؟ هو مشترك. نعم. هذا الحشد تزامن مع قصف مدفعي وبالبراميل المتفجرة بشكل عنيف على هذه البلدة. لماذا يركز النظام تحديدا على قصف هذه البلدة ونشر حشود عسكرية حولها؟ أن في البداية هناك حصار اقتصادي على جميع المواد أو الخروج أو الدخول إلى مدينة يبرود عبر الطريق الرئيسي لها منذ أكثر من 4 أشهر. هو عزز من القوات على محيط مدينة يبرود، هو يحاول الالتفاف من محور أو من آخر، ولكن كما قلت لك بعد المعركة التي حدثت قبل أيام وصد التقدم الذي تقدم التقدم البسيط لقوات النظام على هذه المحاور، فإن الثوار الآن توزعهم هو بشكل ممتاز، لم يعد يستطيع النظام التقدم من أي محاور حتى اللحظة. اقتصرت محاولات النظام على القصف وبعض محاولات التسلل. اليوم اليوم دعيني أكمل فقط هذه الفكرة. اليوم هناك محاولة تسلل كانت على إحدى المحاور على الجبهة الشمالية، تم قتل 8 عناصر بناء على المعلومات التي وردتنا من المرابطين هناك، وتدمير دبابتين وجرافة بصواريخ الكونكورس التي لا تزال ترابط يوميا على جميع المحاور على الجبهة الواسعة التي أخبرتك عنها. المعروف تيم عن يبرود أنها تشرف على عرسال وكامل التراب اللبناني. هل لهذه الحشود العسكرية التي أرسلها النظام علاقة بالحشود التي وزعها النظام في عرسال منعا لتوغل عناصر من الجيش الحر؟ قوات النظام لا تتواجد في الجانب اللبناني. يبرود هي ليست على اتصال مباشر في عرسال، يوجد عدة قرى صغيرة بيننا وبين منطقة عرسال، هناك سلسلة جبلية واسعة وعدة طرقات، فهي ليست الطريق الرئيسي أو الوحيد إلى جبهة عرسال. لا تواجد قوات النظام هناك، ولكن في محيط مدينة عرسال كما نعرف، هي قرية عرسال هي قرية سنية محاطة بكافة القرى الشيعية، هناك انتشار بسيط تردنا أنباؤه عن انتشار لبعض عناصر حزب الله في الجبل، ولكن هو ليس بالانتشار الكثيف الذي
يمكننا القول به أنه قطع الطريق بالكامل، وهو أمر لا نتوقع حدوثه حتى اللحظة. فإن قرية عرسال هي تعتبر قرية سنية التي على تماس مباشر على الجبال القريبة لنا، لكن النظام حاليا هو يسعى لبث إشاعات، وكما نراها كل يوم على الصفحات ووسائل إعلامه، بأنه سيطر على تلال مشرفة على يبرود، أو سيطر على تلال ريما أو تلال العقبة. هناك محاولة منه لتحبيط الروح المعنوية للأهالي وبث روح الخوف حتى يريد النزوع، أو حتى تحبيط معنويات الثوار، ولكن أو تحبيط معنويات أحرار سوريا الذين يعودون كثيرا على صمود المرابطين في يبرود. ولكن من غرفة العمليات الموحدة نطمئن كافة أهالي سوريا الذين وقفوا معنا هذا الموقف المشرف بأننا في عملنا في هذا الدفاع مرابطون بشكل ممتاز بإذن الله، والهمم عالية، وسنبقى مستمرين على ذلك بإذن الله، وتدمير أي شيء يقوم بالتقدم على محاور يبرود. توضحت صورة تيم القلموني مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معي مباشرة من القلمون بريف دمشق، شكرا جزيلا لك.